عن تداعيات التظاهرات في تونس والخلافات بين رئيس الحكومة والبرلمان من جهة ورئيس الجمهورية من جهة أخرى، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول زبير خراف الله الأكاديمي والمحلل السياسي. أستاذ زبير، مرحبا بكم. وفاة أحد المتظاهرين متأثرا بجروحه في تظاهرة ليلية، لكن كيف تقيمون تعامل الشرطة مع المحتجين على الرغم من الشكوك التي تحوم حول التظاهرات وداعميها؟ تحية لك أخي كريم وللسادة المشاهدين. طبعا أولا يجب أن نترحم على روح هذا الشاب الشهيد الذي مات ربما من أجل حقوقه، ربما من أجل أن يعبر عن حقيقة هي تعيشها تونس. هي هناك أزمة حقيقية يجب أن نعتبر بها، وأنه الدولة التونسية ووسائل ووزارة الداخلية يجب أن تضبط النفس، لأن هناك عملية قتل نفس بشرية خرجت تعبر عن ذاتها مهما كانت النوايا ومهما كانت الخلفيات والأجندات التي تحركها. هي في الحقيقة ليس لا يليق بالثورة التونسية التي وقعت من ضد الاستبداد وضد القمع وضد أي مسائل. هذه نقطة مهمة جدا، يجب أن نترحم على هذا الشاب الذي قتل، ونعتقد أنه الآن هذا الشاب هو راح ضحية أزمة سياسية موجودة في تونس، أزمة خانقة ما زالت إلى حد الآن تحتاج إلى نضج وإلى وعي سياسي أكثر. لا شك أننا الآن بعد الثورة حققنا إنجازات، خصوصا أن التجربة التونسية الآن لا تعيش مشكلة الديكتاتورية، لا تعيش مشكلة الاستبداد، وإنما تعيش مشكلة ما يسمى المشاكل الديمقراطية. الديمقراطية هذه فيها نوع من الصراع والتجاذب، والتجربة ما زالت إلى حد الآن تحتاج إلى أن تنضج أكثر، ويحتاج أن العقل السياسي التونسي يكون متقبلا لبعضه البعض، لأنه الآن هناك ظروف سياسية وهناك ظروف اجتماعية خارقة جدا دفعت هذا الشباب يعني ينزل للتعبير عن ذاته. لكن السؤال، لماذا يخرج هذا الشباب للتعبير عن ذاته وعن حقوقه وعن حقه في المطالبة بالحقوق وبالتشغيل ليل؟ هل هناك جهة أخرى تحرك وتستثمر في الشباب وتزج به من أجل أجندة سياسية ومن أجل مصالح حزبية أخرى، من أجل الإطاحة بالتجربة الثورية أو التجربة الديمقراطية في تونس؟ اليوم نحن الآن هناك عدة تساؤلات. لماذا الخلاف هنا بين البرلمان وبين الرئاسة الجمهورية؟ لماذا الخلاف بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية؟ لماذا يخرج البارحة السيد رئيس الجمهورية عوض أن يطمئن التوانسة ويعبر لهم على أنه يكون هو جزء من الحل وليكون جزء من يعني عملية في هذه النقطة تحديدا؟ لا أغادرها أستاذ زبير، المشيشي إلى البرلمان، لكن هل يحمي البرلمان رئيس الوزراء الذي أراد أن يطلع باختصاصاته؟ البعض يرى أنها محاولة الاستحواذ التي يعمل عليها الرئيس قيس سعيد، ما رأيكم في ذلك؟ هنا شو التأويلات كثيرة جدا، والآن لكل سلطة تحاول أن تثبت نفسها. لا شك أن الرئيس قيس سعيد له مقارباته وله رؤيته السياسية أخرى، هو لا يؤمن بالنظام السياسي الموجود وله مقاربة سياسية. نحن لا ليست مشكلة هذه أن تكون لديك مقاربة أخرى مختلفة أو رؤية أخرى للنظام السياسي، ولكن اكتب هذا وقدمه إلى البرلمان واعترف بأن هذا البرلمان هو برلمان انتخبه الشعب، صاحب السيادة الأولى وصاحب الكلمة الأولى، الشعب هو الذي اختار هذا البرلمان. ولذلك إذا كان لديك مقاربة سياسية ورؤية لتغيير النظام السياسي في تونس قدمه إلى البرلمان، فإن وافق عليها أو قدمها حتى على عملية الاستفتاء، وبعد ذلك سنكون نحن احترمنا الدولة ولا نهدم الدولة. أما عندما نكون نختلق أزمة بين السلطات الثلاث، بين البرلمان وبين رئاسة الحكومة، في حين أن الدستور أعطى الصلاحية الكبرى لرئيس الحكومة، رئيس الدولة له صلاحيات محدودة، له أن يكون أيضا حامي للبلاد، أن يكون هو حاميا أيضا لهذه الخلافات، لا يمكن أن يكون هو جزءا من المشكلة. أنا في تصوري هذا الصراع هو شيء منطقي وطبيعي في ظل ديمقراطية وفي ظل نظام سياسي جديد وفي ظل وضع ربما إقليمي متفجر، ربما هناك أجندات إقليمية ودولية تحاول أن تحرك وتستثمر مثل هذه الخلافات الموجودة، وإن كان هي خلافات طبيعية. أستاذ زبير، ما تفضلت به هو المفروض، لكن هناك من يرى
أن التظاهرات في تونس مدفوعة بالخلاف بين رئيس الوزراء والبرلمان من جهة ورئيس الجمهورية قيس سعيد من جهة أخرى، ما مدى دقة هذا الطرح؟ هناك أنا أعتقد أنه الصراع الآن بين من ومن؟ بين رئاسة الجمهورية وبين البرلمان، بين مؤسسة رئاسة الجمهورية وبين البرلمان، والرئاسة الحكومة الآن هو الورقة التي يتم الورقة الرابحة في يد البرلمان، خاصة الحزام السياسي الذي يدعمه. لا أقول هناك يعني داخل البرلمان هناك أيضا أطراف أخرى تدعمه، البرلمان هو الذي يمثل الكتلتين، كتلة المناصرة لشق رئاسة الحكومة والبرلمان، وكتلة هناك أيضا تساند مقاربات رئيس الجمهورية. وهذا انعكس، هذا الصراع الموجود بين البرلمان وبين رئاسة الجمهورية انعكس على داخل البرلمان، بالتالي سيتم استخدام ورقة رئاسة الحكومة في ظل هذا الصراع، وهذا هو الشيء الخطير، مع أنه الدستور يعطي لرئيس الحكومة الذي اختاره رئيس الرئيس نفسه الذي اختاره الذي أتى به رئيس الدولة. المشيشي لم يأتي تم اختياره من قبل حركة النهضة، لم يتم اختياره من قبل كتلة أو حزب من الأحزاب الموجودة داخل البرلمان، إنما الذي اقترحه من؟ اقترحه رئيس الجمهورية. لكن بعد ذلك رئيس الجمهورية ينقلب على هذا الرجل في 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 في, في المساء ويقول هذا لا يعجبني، وبالتالي نحن دخلنا في مرحلة عبثية، حالة من العبثية تحتاج للعقل السياسي التونسي أن ينضج وأن يستقر، لأن هناك تهديد وهناك مخاطر وهناك مشاكل حقيقية اليوم. الشعب التونسي لا يريد، الشعب التونسي اليوم ليست اهتماماته هذا الخلاف بين رئاسة الجمهورية والبرلمان، الخلاف الحقيقة الملفات الحقيقية الحارقة التي يريد حلها الشعب التونسي هي قضية التشغيل، قضية مثلا كورونا اليوم تهديد كثير، آلاف من التوانسة الآن يموتون، وهنا وهذا الصراع ليس له أي قيمة. على ذكر الحالة العبثية التي تفضلتم بها، هناك تصميم من الرئيس قيس سعيد على التشكيك في تفسير الدستور وتأويله بعد خلافه مع المشيشي، كيف سينتهي هذا الخلاف؟ ما المتوقع؟ هل ستذهب تونس إلى مزيد من العبث كما تفضلت به قبل قليل؟ الآن الرئيس الدولة يستغل عدم وجود مؤسسة أساسية وهي المحكمة الدستورية التي تؤول الدستور والتي تحمي الدستور. اليوم سيستغل رئيس الجمهورية مثل هذا الفراغ وعدم وجود محكمة دستورية ليؤول هو الدستور على ما يريد. ولكنه أحيانا عندما يفسر بعض الفصول الموجودة في الدستور ربما تقبل في تفسيرها وتأويلها إلى شكل، ولكن هناك بعض التفسير أو التأويلات تكون فعلا تدفع في اتجاه حرب أهلية داخل الشعب التونسي، تدفع في اتجاه انهيار أو ضرب التجربة برمتها. وبالتالي ما قاله البارحة هو حقيقة كلام يعني خطير جدا. أعتقد أنه على رئيس الدولة أن لا يستمع إلى الدعوات التي تحاور تحرض على استخدام رئاسة الجمهورية في حرب هي ستدمر المجتمع التونسي وتدمر التجربة التونسية. هناك أجندات إقليمية تصطاد في الماء العكر وتقوم بحرب بالوكالة داخل تونس وتوظف عدة أطراف هي خاسرة جاءت بالسفر. لماذا نحن الآن هذه تحريك الشارع والتهويل، ولماذا يقفون اليوم أمام البرلمان؟ هل المشكلة هي في البرلمان؟ نعم أستاذ زبير، عبر سكايب من إسطنبول زبير خلف الله الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم.